إير الماجد آرشي ستوديو مؤسسة ناشئة تأسست سنة 2022، تضم في طياتها نخبة من الأساتذة المهندسين ومطوري البرمجيات لتقدم خدمات متعلقة بالتصميم والإظهار ثلاثي ورباعي الأبعاد، تطوير برمجيات ذات صلة بالتعليم والتكنولوجيا الجديدة للواقع الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى تطوير البرمجيات ذات العلاقة بمجالات أخرى مثل لو كوميرس، لي بروموسيون موبيليير اي اوترو دومان. من أهم الخدمات التي نقدمها الإظهار الثلاثي ورباعي الأبعاد، تطوير البرمجيات المتعلقة بالتعليم، وحنا حاليا عندنا عدة مشاريع منها مشروع في ار سكول ديزاد الذي مؤخرا قصد كبير. ايضا عندنا رانا نطوروا في التكنولوجيا المتعلقه بالمسح الثلاثي ورباعي الابعاد، حيث نقوم احنا حاليا باجراء مسح للواقع الحي ليتم لاحقا تحويله الى مخططات ونماذج ثلاثيه ورباعيه الابعاد. استعمال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتطوير البرمجيات في الجزائر حاليا راهو مازال شويه ليميتي كما نقولوا، مي حاليا رانا بدينا نستكشفوا كما نقولوا مجالات، خصوصا مع المدارس والمعاهد الخاصه التي قامت بتبني الافكار تاعنا. حاليا قمنا بالتوسع في الجزائر الشرق والجزائر الغرب، وقدرنا نلحقوا حتى حاليا الى 10 مدارس اللي قدرنا نديروا معاهم دي زيكسبوزيسيون، وين كانوا كما نقولوا دي زيكسبوزيسيون تومبورار ولا بيرمانونت، وين نتقدموا للمؤسسات هادو ونستعملوا تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز اللي افادت بزاف التلاميذ، خصوصا اذا اسقطناها على الواقع تاعنا والمدارس تاعنا اللي تعاني احيانا بعض العجز فيما يخص المحاكاه، لان التقنيه هذه تسمح لنا كما نقولوا باش نقدموا للتلاميذ جولات واقع افتراضي للاماكن ما يقدرش يزورها. بار اكزومبل اذا قرينا على حضارات قديمه باش يزوروهم، يروحوا مصر ولا يروحوا بار اكزومبل للهند ولا لاشين، ولا باش يشوفوا هذو الاثار مثلا تاع الحضاره الاسلاميه غير ممكنه في المجال التطبيقي، لكن باستعمال تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز يقدروا كما نقولوا يرياليزيوها ولا يقدروا يعيشوها بصيغه سهله جدا. ايضا في مجالات العلميه ثاني عندها صدى كبير جدا، خصوصا في ماده العلوم اللي دائما تعتمد على التطبيق فيما يخص مثلا الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، دائما التلميذ تكون عنده ليماجيناسيون ناقصه، حنا نستعمل هذه التكنولوجيا باش نتجاوزوا العراقيل، باسكو حنا لاجراء تشريح في المخابر حاليا غير ممكن في 99% من المؤسسات التعليميه، لكن باستعمال هذه التكنولوجيا قدرنا نمكنوا التلاميذ باش يعيشوا هذه التجربه الفريده التي تحاكي ارقى الجامعات ولأقل المؤسسات. في ار سكول دي زد هو مشروع يستعمل استراتيجية جديدة، هي استراتيجية الواقع الافتراضي في التعليم. هي استراتيجية تستعمل نظارات الواقع الافتراضي لإنشاء ومحاكاة بيئات غامرة التي تساهم في خلق جو تعليمي غامر ومشوق للتلميذ، تفتح له الخيال ديالو وتخليه يعني ينطمي فريمون لي كور ديالو بطريقة جيدة. لو بروجي هذا في ار سكول دي زد هو عنده ثلاثه 3 كومبوزون. دونك لو كومبوزون الاول هو لي زوكوليس اللي هما نظارات الواقع الافتراضي. التلميذ تاعنا الحاجه الاولى اللي راح يشوفها في لو بروجي تاعنا راح يشوف هادو من النظارات، يبلاسي النظارات تاعو ينتقل الى البيئه الافتراضيه. دونك هو في لو كور ديالو راح يديروا نظري مع الاستاذ، يجي يديروا معنا حنا تطبيقي، مثلا زعما في الفيزياء ولا في العلوم هي مواد صعيبه على التلاميذ، دونك التلاميذ تاعنا كامل في هذه الفترات هم يعانوا مع هاد المواد نظرا الى لو بروغرام اللي راهي دايراتو وزاره التعليم، هو بروغرام غيش. دونك تلميذ كاين تلاميذ الخيال تاعهم شويه صغير، دونك كاين كل تلميذ عندهم ما عندهمش توافق في الفكر، دونك تلميذ تلقايه صافا تلميذ، دونك حنا واش نديرو، حنا نجمعوا هاد الافكار كامل ونحطوا لهم في هذاك لو كاسك، نخلوهم يعيشوا هذوك التجارب. على فان تلقاي بلي التلاميذ كامل صافا راهم بريسك في لو ميم نيفو. علاش؟ باسكو كانت عندهم القدره انهم يعيشوا هذيك التجربه خياليا، يعني
الناشئة، نحن نعمل على تحويل الدروس النظرية التي يراها الطالب، كما يقولوا الطالب بيشوفها فقط كشف براتيك، يشوفها غير نظرية، يحفظ الدروس فقط، نحول له المجال التعليمي خاصة بعض المواد كالعلوم الطبيعية، إنها مادة جد مهمة وأساسية، وهي مادة تعتمد خاصة للفهم على الواقع التطبيقي والتجارب التطبيقية. إذا نحن نعمل في هذه على تحويل التجارب إلى في واقع افتراضي حتى يستقبلها الطالب ويتمكن من فهم المادة بشكل أفضل. مثلا في درس العلوم عن النخاع الشوكي أو الجهاز الهضمي أو غيرها، لا يمكن للطالب أن يتصور الجهاز الهضمي وغيرها كيف تتم عملية الجهاز الهضمي، أو كيف تنتقل السيالة العصبية إلى العصب إلى مختلف الأعضاء الجسمية. إذا نحن بهذا التطبيق VR نحن نوفر له بيئة تعليمية يمكن بها ترسخ له الدرس حتى بطريقة رباعية الأبعاد التي من خلالها يقول يسافر إلى عالم التطبيقي، مثلا في سواء في الجسم الإنسان أو غيرها من التجارب الفيزياء أو غيرها. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، يرافق الشركات الناشئة في مسارها العالمي. من المشاريع اللي نستعملوا فيها حاليا واللي نخدموا فيها حاليا، عندنا مشروع الجيري 360 دوغري. المشروع هذا يهدف الى رقمنه كامله للجزائر. كيفاش رقمنه كامله للجزائر؟ نحن نهدف الى المسح ثلاثي الابعاد لاهم المراكز الثقافيه في الجزائر، اهم الموروثات الثقافيه والمخلفات الحضاريه اللي في الجزائر، اهم الفنادق، اهم المراكز التجاريه. بالتقنية هذا نحن نمسح الواقع، ولا نقوم بسكان 3D للواقع لنقوم بعرضه لاحقا على شكل نماذج ثلاثية الأبعاد وجولات واقع افتراضي اللي يقدر كما نقولوا تمكن الناس داخل وحتى خارج الوطن باش يقدروا يشوفوا الجزائر بصيغة خلاف، وهي صيغة ثلاثية ورباعية الأبعاد، يقدروا يزوروا المراكز الثقافية تاعنا، يزوروا الآثار، المدن التاريخية، يزوروا أهم المراكز التجارية في الجزائر بصيغة تمكننا نقلوا الصورة لواش راهو كاين في الجزائر. باستعمال هذه التكنولوجيا رانا نهدفوا بنقل الصورة كما نقولوا صورة حية ولا صورة مشرقة عن الجزائر. لاحقا من الأشياء اللي عملنا عليها بزاف هي اتفاقية شراكة مع مكاتب الدراسات والترقيات العقارية. احنا كما كنا نحكيوا على سكان 3D للواقع المعاش تاعنا ولا الواقع الحي، نخدموا ايضا لا بروجيكسيون دي لي فيزيون ولا اسقاطات للدراسات اللي يخدموها مكاتب الدراسات تاعنا. حنا فاش نختلفوا على المؤسسات الاخرى ولا مكاتب الدراسات الاخرى، احنا نعرضوا المحتوى بصيغه ثلاثيه رباعيه الابعاد وبصيغه الفي ار والاكس ار. دونك احنا كي نخدموا ايتيد بار اكزومبل للبروجي، ما راناش راحين نكتفيو بالمخططات التقليديه اللي خدموها مكاتب الدراسات، راحين ننتيغريو معاها دي 3D، دي زانيماسيون اون 4D، لافازاج دو رياليزاسيون اون 4D، اي اوسي لا بروجيكسيون اون في ار باستعمال نظارات الواقع الافتراضي لو ديرني كري كما نقولوا ولا التكنولوجيا الجديده. يقدر لو كليون للزبون يعيش البروجي تاعو، ويقدر يدير لا فيزيت فيرتيال داخل البروجي تاعو قبل ما يترياليزا. عندنا دي بروجيكسيون باش ندخلوا مجال اخر، وهو مجال تطوير الالعاب اللي راهو حاليا في الجزائر راهو مجال مغيب ولا ليس له مكانه في الجزائر، رغم اننا نشاهد حاليا في العالم اكبر شركات ولا كثير من الشركات لديها كما نقولوا امكانيات ضخمه،
فراهي داخله في المنافسه، لكن الحاجه اللي تميز المجال تاع الميتافيرس ولا الفي ار والاكس ار انه مجال جديد. لماذا؟ لانه في نهايه الالفيه الاولى من 1990 حتى بدايه الالفينات كان عندنا كاين شركات كبار في العالم دخلوا وداروا بلاصتهم في الدومين هذا، يا دونك لا كونكيرونس مع هذو لي زونتربريز سي تري ديفيسيل. من بعد في نهايه 2010 حتى بدايه 2020 كان ازدهار منصه الاندرويد، كانت تدخل الاندرويد لي زابليكاسيون اندرويد لي جو اندرويد، دونك ثاني كانت لا كونكيرونس ولا بلي بار دي زونتربريز دو جو ولا دي زابليكاسيون داروا كيما نقولوا بلاصه، دونك سي ديفيسيل باش نقدروا حنايا كوم مؤسسات ناشئه باش ندخلوا للدومين. بار كونتر لو ميتافيرس من بعد جائحه كورونا اللي وضحت للعالم باللي الميتافيرس هو المستقبل، لانه علاه لو كنشوفوا الصراع في الشرق الاوسط بار اكزومبل ولا نشوفوا مثلا جائحه كورونا واش جا موراها كلشي تغلق، دونك لو ترافاي ا ديستونس لي جو راح تخدم نقدروا نمارسوا ا ديستونس، محاضرات راح تكون ا ديستونس، دونك التطوير ولا الارتكاز على هذه التقنيه عنده حاجه الاولى انك تكون عندك مكانه، باسكو حاليا هي بدايه هذه التكنولوجيا مازال ما لحقتش العصر الازدهار تاعها، هما يقولوا لا بروجيكسيون حتى 2030 باش تقدر تتعمم هذه التكنولوجيا. دونك كمؤسسه ناشئه وكرساله للمؤسسات الناشئه اللي حب يقد يدير بلاصتو راه يخدم من دوكا، باسكو من على 5 ولا 10 راح لي زونتربريز في ليشال ناسيونال ولا في ليشال مونديال راح يكونوا افونساو بزاف. دونك حنا لو بي تاعنا لي بينيفيس بار اكزومبل ماهيش حاجه كبيره، باسكو حنا رانا انفيزيو او مويان ولا او لون تيرم، هذا بصيغه خلاف هو استثمار اللي واش راح يجي المستقبل من بعد، وهذه اللي رانا كما نقولوا نسعوا لها حاليا مع لي زينيمون اللي رانا نركريتيو فيهم ان شاء الله. برنامج ستارت اب يبرز اهم الشركات الناشئه في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، يرافق الشركات الناشئة في مسار